ولا برنس؟ يا إلهي يا رب الرحمن. حبيبي رافع، منور ابو رافع. اول حاجه انا بقول للناس جمعه مباركه عليكم وعلى كل اهل بلدي وكل جمهور النادي المصري وكل حبايبنا في كل حته، اول حاجه. الحاجه التانيه، يعني معلش انا طلعت بس مباشر النهارده لسبب واحد، ان انا عرفت امبارح من الصبح ان كابتن ايهاب مشى. طبعا من اول امبارح الكلام ده، وامبارح العشري مسك الفرقه. انا بوجه له رساله حبيبي عادل، وحشني والله. انا بوجه رساله لكابتن طارق العشري من جمهور النادي المصري، حاجه واحده يا كابتن. المدير الفني اللي قبل حضرتك حبيبي يا رافق، المدير الفني اللي قبل حضرتك، الراجل ده عمل فرق بينه وبين جمهور النادي المصري فرق شاسع، وفصل النادي عن الجمهور. انا بطلب حضرتك انك انت تبقى همزة وصل وربط من جمهور النادي المصري بالفرقة وبحضرتك. انت سلاحك الاول والاخير جمهور النادي المصري، سلاحك الاول والاخير جمهور النادي المصري. وبرضه طبعا انا عارف ان في جمهور النادي المصري ناس بتقول ان احنا طالعين من واحد، ربنا يستر من التاني. هو نتائجه لما كان في حرس الحدود كان بيعمل شكل ومنظر. احنا بنقول ايه؟ يا رب يا رب خيب الظنون وربنا يكرمه. نورك يا حاج احمد، خيب الظنون وربنا يكرمنا معاه، واحنا نقف برضه ونصبر، لان احنا في المرحله دي كان معانا واحد ما عندوش فكر. منور يا كابتن محمد ابو مسلمي، احسن محلل رياضي مش هقول لك في بورسعيد، في مصر كلها اقسم بالله. يعني معلش، هو كان في الحرس جاب لهم بتاع 3 بطولات، وكان لهم شكل كبير جدا 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 جدا، وكانت فرقه تقيله وكل حاجه، وبيعمل شغل وبيعمل كل حاجه. احنا اللي علينا دلوقتي مدير فني، انا عارف والله مسلم. ما انا بتكلم على كده، ان هو اول حاجه جمهور النادي المصري هو قوه النادي المصري كلها. منور يا بوب حبيب ايهاب، منور ومنورين الناس اللي في دبي حبايبنا، حبيب عبد حوده. فاحنا بنقول ايه؟ بنقول حاجه واحده يا كابتن طارق، بلاش تعزل الجمهور عن الفريق، لان النادي المصري ما هوش نادي شركه. المدير الفني السابق ربنا اقولها بس، فصل الجمهور عن الفرقه وعن كل حاجه، والنادي الدنيا اتقلبت ووقعت. انت عشان تستعيد قوه، انا بطلب بحضرتك من حاجه واحده، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت في حاجه واحده تعملها. ايه هي؟ انك انت تلم جمهور النادي المصري يخش يحضر يأزل الفرقه، ولا حد بيغلط في حد، ولا حد هيشتم في حد. احنا كل ما هنالك حبيبها يا حاج عبد الغني، دي بتاعت اللي انا مربيها دي، ما بتسيبنيش افتح الباب البلكونه تبقى عندي في الاوضه، تقعد تنطط حوالين مني وتضرب فيا. المهم احنا بنتكلم عن النادي، المهم ايه؟ ربنا يكرمه ولف الجمهور حوالين الفرقه. منور يا صخرة حبيبي، أحلى أحلى هاني العجمي. منور يا حاج طه، طه الغبار المستر اللي مشرفنا بكل حاجة. يا ريت يا ريت يا ريت المدير الفني يعرف إن جمهور النادي المصري هو سند القوة الأساسية ليه، والكابتن طارق العشري يعرف الكلام ده كويس جدا 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 جدا. يا ريت يا كابتن طارق ترجع الصلة بين الجمهور وبين الفرقة، ده هيدي لك حافز جامد جدا، وهيدي للفرقه حافز ان هي تعمل حاجه. وانت طبعا راجل مدير في كوره،
مدير فني وفاهمك وفاهم اللعب وفاهم الفرقه كلها، وانت شايفهم في الدوري وعارف مراكز اللعيبه، محدش هيعدل على حضرتك وهيقول لك حط فلان ولا اعمل علان، بس انت شايف اللعيبه بتاعت النادي المصري وتعرف كل كبيره وصغيره عن الفرقه اللي انت موجود في الدوري ومتابع وكل حاجه، تبص على الفرقه وتعرف اللعيب اللي مركزه فين وده فين وده فين وده فين، ووظف كل لاعب مركزه وانت طالع لك خطه لعب وطريقه لعب، وربنا يكرمنا معاك. اولا انا ما بقفش على مدير فني، ما بساندش مدير فني وما بساندش لعيب وما بساندش مجلس اداره، انا بساند النادي المصري. انا يهمني عن نفسي كفرد من جمهور النادي المصري ان انا ساند النادي المصري فقط لا غير، هو النادي المصري اللي باقي لي. وبعد ما اذن حضرتك ما حدش يجي يقول لي ساند الفريق وانت قطع الجمهور عن الفرقه، اسانده ازاي؟ عشان الناس تحطها في دماغها من دلوقتي، ما يقعدوش يقول لك ساند الكيان، اساند ما فيش حاجه اسمها ساند الكيان، ساند الكيان ان انا اخش النادي. والله يا كابتن عبد الغني هو المفروض اصلا هو جاي في مرحله صعبه وجاي على ماتش مهم حساس حساس حساس، بس هو ليه كل العذر ان هو ماسك دلوقتي. احنا قلنا الكلام ده بقالنا فتره كبيره من قبل ماتش اسوان. يا ريت والله يا حاج طه، انا بتمنى ان الجمهور ينسى اي خلافات بينهم وبين بعض والناس ترجع تحب بعض تاني، ولا نقول على فلان ده ابيض ولا فلان ده مش عارف ايه ولا فلان ده مش عارف ايه. انا بقولها وربنا يشهد على كلام، اقسم بالله انا ماليش اي عداوه مع حد، انا كل اختلافي مع اي بني ادم على النادي، هو ليه وجهة نظر وانا ليه وجهة نظر، لا اكتر ولا اقل. لكن ان انا اجري واخبط في فلان واقول له انت قبيض ولا انت مش عارف، انا ما شفتش بعيني عشان احكم على حد، بس احنا يا ريت نحب بعض والناس ترجع تتقي ربنا في النادي وتقي ربنا ان انا بشجع الفريق، اقول كلمة حق واتكلم في كلمة حق، ما اطلعش اخون فلان واخون علان زي الناس، زي ما بعض الناس بتطلع، ومن ناحية المجلس مش من ناحية الجمهور العادي. اقول لك يطلعوا يقول لك المتربصين والمغرضين والمش عارف ايه، ما فيش حد متربص ولا مغرض. يعني انا امبارح اقسم بالله انا جاي من سفر امبارح اتفرجت على الشوط الثاني في ماتش الزمالك ولا الاهلي، دول قاعد في القهوه انا جاي اشرب شويه شاي لان انا جاي معمى مش شايف قدامي. اقسم بالله العظيم انا حزنت، يعني انا افتكرت كده واحنا في ماتش السوبر وان احنا سافرنا والنتائج اللي كنا عاملينها وكانت مصر كلها بتشيد بيك وتعمل وتسوي واللي 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 واللي، وبعد كده تفت عليها مع احترامي للناس كلها. انا اتفرجت عرفت ان جمهور النادي المصري احسن جمهور في مصر كلها لسبب واحد، احنا قابلنا الاهلي في السوبر، ما فيش واحد فينا غلط في جمهور ولا حاجه حصلت والمشكله والماتش خلص واتغلبنا وطلعنا، ما فيش واحد فينا قل ادبه على حد ولا اتكلم مع حد في اي حاجه، وطلعنا بادب واحترام من قلب في دبي. اقسم بالله الحكومه هناك اشادت بينا. حبيبه علي دي حبيبه حاج اكرم، الناس اشادت بينا، ما غلطناش في حد ولا تعملنا في حد، ده اول حاجه. الحاجه التانيه اللي احب اقولها، اللي بيشجع النادي المصري بيشجع النادي المصري فقط لا غير، ما بيشجعش فريق وفريق، عشان ما حدش يقول لك يتعمل. انا حزنت امبارح في منظر القهاوي الناس كلها، يعني معلش كمجلس اداره، يا مجلس الاداره انتوا اتفرجتوا على منظر القهاوي والناس بتهلل وبتشجع في ماتش زي ده ما نخصناش في حاجه؟ انا حزنت من نفسي، النادي المصري ما كانش كده، بورسعيد ما كانتش كده، انتوا تعرفوا الكلام ده كويس، ده احنا قمه المهزله. منور يا حاج خالد، انا امبارح حزنت اقسم بالله العظيم لما تلاقيت القهاوي والدنيا كلها كاني قاعد في القاهره، اهلي وزمالك اهلي وزمالك ايه وبتاع ايه، انا ما يهمنيش ان النادي المصري، انا ما بشجعش اي فرقه في مصر، حتى لو لاعب في افريقيا ولا لاعب الدوله ده ما حدش يعنيني في شيء، لان ما حدش واقف معايا في حاجه كفريق. انا فريق اللي يهمني فريق بلدي، انا مغيره على فريق بلدي اكتر من اي حد، وبحب فريق بلدي اكتر من منتخب مصر مع احترامي لاي حد، واللي يزعل يزعل، ما حدش يزعل من كلامي، لان انا اتفرجت على المنتخب السنين اللي فاتت واحنا اتفرجنا، الناس تقول لك تناشد، قلت له تساند، قلت لهم ساند مين ده، معانا مدرب بتاع فتة والدنيا كانت ماشيه شلاه مهلبي والناس كلها عارفه بالكلام ده كله، قلت لهم ما ساندش وما اتفرجش على حاجه مش مقتنع بيها. الفرق الوحيد لغايه في منتخب مصر كنت بشجعه كان يعمل الكابتن حسن شحاته، وكانت احسن فرقه معموله فيها اهلي وزمالك واسماعيلي وده 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 وده، بس عمل فرقه انك انت تفتخر بيها لا اكتر ولا اقل.
يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا كابتن طارق تبص نظرة، مش من كلام، انت اكيد متابع وعارف وبتاع، وانت راجل اسكندراني وفاهم البورسعيدية على وضعهم امن، وانت لعيب كورة واحنا كنا بنشجع كورة وعارف جمهور المصري ايه، وانت وحيد عارف عندك الكلام ده كله لان جمهور الاتحاد شبيه بالنادي المصري، بس احنا عندنا بالاكتر وانت عارف. عليك نورة يا كابتن حاج طه، النادي المصري فوق اي حد، انا ما بشجعش فرقة في مصر كلها، ومعايا اصحابي اهلاوية وزملكاوية ومنهم ناس في البث المباشر موجودة وعارفة بكلامي ده اللي انا بقول عليه. انا على مبدأ ايه، ما بشجعش الا النادي المصري فقط لا غير، وبنقول يا رب يكرمنا ونرجع زي الاول، لان انا حزنت الفرقة اقسم بالله. انا امبارح جاي على الطريق كنت في اسماعيلية في شغل هناك مع واحد، وراجع يعني يوم يوم كده وبتاع وراجع، اقسم بالله انا قابلت ناس من محافظات تانية، ناس بتقول لي معرفة ان انا بشجع النادي المصري قالوا لي ايه اللي انتوا وصلتوا له ده واتعملتوا وبتاع وكلمتوا في الكوره، ناس حزينه، وعلى فكره ناس بتشجع الاهلي وناس بتشجع الزمالك منهم اهلاويه وزملكاويه، واقسم بالله العظيم حزنانين على النادي المصري، عشان الناس تفتكر ان الكلام ده كله في فئات فرحانه انك انت عايز تدمر النادي والكلام ده كله، لكن عامه الشعب الناس اللي تحت اقسم بالله حزينه، كانت بتقول لك احنا بنتفرج على المصري، كنا بنستنى نتفرج على مطوش النادي المصري نتفرج عليه زي ريال مدريد وبرشلونه والكلام ده كله، انت كان عندك فرقه، بس احنا نقول ايه؟ اللي عدى عدى، بس احنا المهم في اللي جاي، لان النادي محتاج الوقفه ان الواحد يسند، عشان احنا لغايه دلوقتي النادي هيبقى في مرحله خطره. احنا رايحين على ماتش مهم يوم واحد في الشهر، هو كان المفروض اصلا ان يحصل الموضوع التغيير ده من بدري. طبعا يا عمرو المصري فوق اي بني ادم. والله مش كل مشاركه بوب، اقسم بالله احنا حزنانين وبنتكلم وانت فاهم وعارف الكلام ده، وانت راجل كنت معانا في من دبي واستقبلتنا هناك لما كنا في ماتش السوبر، انت اتفرجت على الجماهير عامله ازاي، وكان قاعد في وسطنا اهلي وزمالك واسماعيلي واتحاد وفرق وناس كتيره من محافظاتك كتيره، والناس اشادت بينا هناك. انا اتفرجت امبارح على مهزله، مهزله في البلد، مهزله في البلد، اقسم بالله انا افتكرت نفسي انا مش في القاهره. يا ريت يا ريت كابتن طارق حاول تلم شمل الجمهور. والله يا والله يا بوب، هو الوقت معلش انت كمدير فني هو ليه رؤية ويعرف يتعامل مع ده ويتعامل مع ده ويتعامل مع ده وما يرضي الله، ده لا اكتر ولا اقل، ويشوف مصلحة النادي ويشوف هو من ضميره، انا عايزه يتحكم ضميره هو، مش هقول لك حاجة، يحكم ضميره قدام ربنا ويشوف الليله ماشيه ازاي ويطلع، حاول يطلعنا من دي، هتتحسب له في السي في بتاعه. وعلى فكره جمهور النادي المصري كله بيحس بالانسان اللي قدام منه اذا كان مخلص للنادي اللي بيدرب ليه او عايز يعمل حاجه والكلام ده كله، الناس هتلاقيها كلها حوالين منه. وزن اللعيبه زايد قوي، مفيش بدني، اللعيبه وقع بدني ولا وقع كل حاجه، واحنا اتكلمنا في دي، احنا بندعي من ربنا ان المدير الفني ده بقول له يا كابتن انت شايف الفرقه وقع بدني، اللعيبه مبطرخه بالعربي الفصيح زي ما احنا بنقولها عندنا باللغه الدارجه. منور يا كابتن محمد ابو العنان، منور يا جوهري، يا جوهري بورسعيد، ماشي. يا ريت يا ريت يا ريت بصه ونظره للجمهور، انك انت تربط بالجمهور، يبقى في تمرين اتفتح الجمهور يخش يساند، ما يبقاش نادي شركه. انا عارف ان حضرتك مسكت اغلبيه الانديه اغنيه شركات وبتاعت مصالح قوات مسلحه والكلام من ده وما فيهاش جمهور، لكن انت عارف ان المصري ليه جمهور، وبورسعيد روحها وحياتها النادي المصري. انا عارف انه مجلس، انا ما مش عايز اخبط في حاجه، لان الفضايح بتاعتهم والصور اللي على النت دي يعني معلش انا هرد عليهم بحاجه واحده بعد ما اخلص البث، هنزل الفيديو والجدع يفهم والحلو يفهم، انا بقول لك علني اقسم بالله، لان انا ويمين بالله الضغط عندي عيله امبارح، اقسم بالله نزل امبارح، بص ما كنتش شايف قدام مني، بس انا بتمنى حاجه واحده، ان الجمهور دلوقتي ماليش دعوه بمجلس ولا ده ولا ده، انا اللي يهمني الوقت المدير الفني اللي جاي عشان يعدل الميزان، انت ليك صلاحيات وليك الكلام ده كله في البتاع،
يا ريت ما تتزقش من مجلس ولا من اي حد معين ان يتكلم معاك انك انت تخاطب جمهور ولا تخاطب بتاع، زي الاستاذ اللي قبل منك. الاستاذ اللي كان قبل كده كان شاغل دماغه وهو بره بالجمعيه العموميه، وبلاش دي الجمعيه العموميه، انت مالك انت ومال الكلام ده؟ بعد كده هو انتوا بتدفعوا جنيه من جيبكم؟ مين اللي بيدفع جنيه من جيبه؟ ده جمهور النادي المصري صاحب النادي. يا ريت يعني يفهم الحاجه دي. منور يا منص، منور يا منص، مشرفنا اللي عمال بتصطاد، احنا عايزين نيجي نصطاد معاك او انت تيجي تصطاد معانا. تمام، احنا بندعم من ربنا حاجه واحده، ان ربنا يكرمنا. يا ريت يا ريت احنا كلنا نصفي نوايانا من اي حد بينه وبين اي حد مشكله او خلاف او ده او ده او ده، خلاف شخص ولا غيره ولا ده ولا ده، يرمي الكلام ده كله على جنب ويبص لمصلحه الفريق. ده اول حاجه، لان احنا في الاول وفي الاخر ايدينا في ايدين بعض. والله يا كابتن محمد مش لازم حساب اللي احنا حسبنا، لان في ناس جت غصب عننا وانت واحد من الناس تعرف، لو ما تعرفش انا هقول لك بعد كده بامانه. اصل احنا نقعد كل واحد هتقوله هتحاسب نفسنا ونحاسب بتاع، لا في ناس طلعت غصب عننا. انا بناشد الجمهور ان احنا في المرحله دي مش هقعد ان انا مثلا لما اخذ اقعد احاسب فلان وعلان، لا انا انسي ارمي كل حاجه على جنب. النادي المصري، النادي المصري عاصمه بورسعيد بتمر بمحنه، لازم الناس كلها تقف حوالين منها عشان المحنه دي تعدي. اللي احنا فيه ده في مناخوس خطر، خلي بالك، مش 20 بند ولا احنا العاشر ومش مش فارقه، لا انت دلوقتي بتتعامل تغيير فكر كوره ومدير فني جديد، ان جالك مسك الفرقه لازم هيعمل تعديل. التعديل ده اللي هيعمله رفع معدل اللياقه البدنيه للاعبين، يرجع لهم تنشيط الذاكره التاني، ان اللاعب يبقى مفكر ويعرف يتعامل، التاني يحفظه جمل تكتيكيه يحطها في دماغه ويعرف يتعامل بيها. الكلام ده كله احنا بنقول ايدينا في ايدين بعض حبيبي يا زيكا، وايدينا في ايدين بعض كجمهور كله، والخلافات تبقى على جنب عشان المصري يعدي كبوته. احنا بنقول لا اكتر ولا اقل، احنا ما بنجريش ورا مصلحه مع حد، احنا مصلحتنا النادي اللي احنا فيه. اقسم بالله الواحد حزن حزن الدنيا والاخره، واللي بيحصل احزان وحاجات كتير. فيا ريت يا كابتن طارق، يا كابتن طارق العشري، لازم تبص نظره للفرقه ونظره لجمهور النادي المصري، ان يتفتح له المدرجات يخش. انت عندك لو في تدريب في الاستاد ممكن الشرقيه ناس تقعد فيه وهي بعيد، ممكن الغربي ناس تقعد فيه، يفتح الغربي الناس تخش تشوف الفرقه. مفيش حاجه اسمها انها تبقى وجع قلب ولا ده ولا ده ولا ده. حبيبه جوتزا وحشني بكتير والله العظيم، حبيبه يا ميم، لازم لازم ان الفرقه تحس وتعرف ان لها جمهور. انا بناشد حضرتك، انا لسه حضرتك لسه جاي جديد ولسه داخل على الفرقه، بس انت حضرتك عارف ودرايه من وانت لعيب كوره. والله يتحط، معلش في الكلمه يا استاذ احمد، هو اكيد ليه نظره وعارف، وعارف ان ده لعبه ايه، عارف ان سعاد صنبوري مكانه نص ملعب مش مكانه ورا. وطبعا هو لما في اخر ماتش لما حب يطلعه قدام الراجل لسه ذاكرته ولسه البرنامج في مخه، البصمه اللي اتعملت في مخه من اول الموسم ان انا بلعب مساك. واللي بيتفرج على الماتش بتاع في المقاولين هيعرف الكره كانت بتخبط من رجليه. طبعا يا جوهر بورسعيد احنا كلنا ايد واحده، والمصر فوق اي حد، فوق اي حد، فوق جهاز فني، فوق جمهور، فوق لعيبه، فوق مجلس اداره، فوق اي حد. احنا يهمنا النادي المصري، بورسعيد دوله عاصمتها النادي المصري، النادي المصري هو بورسعيد، واحنا كلنا ملزمين، والبورسعيدين كلنا كبورسعيديه بنبصم بالكلام ده وعارفين روحنا وحياتنا في النادي. فانا الواحد بيتكلم بسبيل ايه؟ بسبيل ان حضرتك كمدير فني تحط نقط على حروف، ان انا راجع مثلا، انا عارف ان هم من يوم السبت هيخشوا في معسكر، هيبقى معسكر في العين السخنه، لان لازم يرفع معدل اللياقه البدنيه للعيبه كلها، اللعيبه كلها بترخت، فلازم ينزل الاحمال والكلام ده كله. وانا عارف ان هي مده قصيره، يعني من لغايه شهر واحد كام يوم؟ ما عادش 9 ايام.
يا كابتن خالد، حتى يا خالد هو كمان وهو لاعب كوره وعارف النادي المصري وعارف بورسعيد، لان راجل اسكندراني وعارف البورسعيديه عشقهم للفرقه ازاي. هنتكلمه من الحته دي، لان انت لازم كابتن اشرف منور لازم يعرف اللعيبه دي ان وراها جمهور كبير، وعشان يعرف ان وراها جمهور كبير لازم الجمهور يحضر ويشوفوه بعينيهم، لازم يشوفوه بعينيهم. مفيش لعيب، اللعيبه ما يتحط تحت ضغط ويعرف، هيعرف الكلام ده كله. انا جاي اقسم بالله امبارح ما قادر، انا جاي ميت من التعب، اخدت علاجه ونمت، مش حاسس بالدنيا لسه صح حتى من دلوقتي من شويه. والله يا كابتن اشرف انا ما اعرفش الجهاز الفني مين، عشان تبقى مجزم، اقسم بالله ما اعرف حاجه. انا كل اللي عرفته وانا في الشغل، واحد كان كلمني وانا في سافر، واحد كلمني بالتليفون الصبح قال لي ده بالكابتن طارق العشري جاي النادي المصري، والخبر الثاني بتاعت في صحة 5 باب، الكلام ده حوالي بتاع الساعة 10 الصبح امبارح. غير كده اقسم بالله ما اعرف حاجة. انا بقول لك انا جيت يا دوبك روحت، والله ولا اعرف حاجة، حتى ابن والله ما اعرف فين، في البيت ولا مش في البيت، والله العظيم ولا عارف حاجة في اي حاجة بالتعب. احنا كل اللي بنقوله حاجة واحدة، كابتن طارق معاه. كويس ان انت قلت لها يا حاج طه، مع احترامي للناس كلها، مع احترامي للناس كلها، انت عندك ماتش يوم واحد في الشهر، طبعا الكلام عام للدنيا كلها، الكلام اللي انا بقوله الموجه لجمهور النادي المصري بعيد عن مجلس الاداره وبعيد عن الفرقه وبعيد عن اي حد. انت حضرتك عايز تسافر تشجع الفرقه، على عيني وعلى دماغي والناس اللي هتسافر وكل حاجه، نازل فرقتنا وكل حاجه، بس يا ريت ادب واحترام، مش ان انا طالع باوتوبيس اروح نازل فريست زي ريست زيدهم بتاع زمان، واخش اخبط واعمل مشاكل. اللي مسافر مسافر بيمثل بورسعيد، يعني لو انت داخل تسرق جوه اسيدهم وتعمل مشاكل، انت بتوصل صوره للدنيا كلها ان احنا على مولات الادب وما نستحقش نخش مدرجات من الاخر. فبعد اذن حضرات الجميع، اللي هيسافر ويمثل النادي المصري بجمهور النادي المصري يسافروا بادب واحترام، مش هخش مثلا عند سيدهم، مش هقول لك اسم سيدهم زي زمان، يخشوا يسرقوه ويعملوا مشاكل ويكسروا الدنيا ويخشوا مش عارف ايه ويعمل ويسوي. اللي مسافر ماتش المصري، انت مسافر تمثل جمهور النادي المصري، نازل تسافر بورسعيد، يعني انت بتمثل البورسعيد كلها. منوره يا حاج سيد يا جمع حبيبي ابو احمد، بتمثل جمهور النادي المصري تما، انت مسافر عشان تحضر ماتش وتشجع، انت بتمثل جمهور النادي المصري. ان انت تعمل مشاكل وتفتعل مشاكل زي الماتش اللي حصل، والمشكله اللي حصلت عند سامي الزيني على فكره كانت مشاكل بسبب من جمهور من عندنا مش من حد تاني، انا ما سافرتش بس عرفت الاوقاع من المكان ومن الناس اللي كانت موجوده بالحرف، الغلط من عندنا. حبيبي ابو احمد، احنا سافرنا قبل كده ماتش للمصري، اول ماتش في افريقيا في اسكندريه، كان معايا الحاج سيد الجمل اهو موجود على البث، معايا ابو صم محمد ابو سمره، كان معايا يحيى، معنا الاربعه سافرنا قبل الماتش ب 24 ساعه، اقسم بالله اتعمل معانا من جميع روابط الاتحاد في الاحياء كلها، اقسم بالله العظيم استقبلتنا استقبال ما اقولش بعد كده ايه، واستقتني يوم انعكس الكلام ده استقبال لجمهور النادي المصري. انا بطالب جمهور النادي المصري المحب واللي بيحب النادي المصري، يا جمهور النادي المصري يا اللي بتحبوا النادي المصري وعاشقين للكيان، انتوا هتسافروا الماتش، انتوا بتسفر البورسعيد، انتوا سفر للنادي المصري، محدش يسافر يعمل مشاكل مع حد، لو شاب صغير واحد تاني معاه يسيطر عليه. اقعد ساكت انت، لا يا حسين يا اهلاوي اقعد لك في جنب. يا ريت يا ريت يا ريت والله 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 انا بتمنى حاجه واحده، ما بتكلمش على ماله طالع العش، احنا بنتكلم ما بنتكلم بخش على البث من الاول وبعد كده هتعرف. احنا بنقول يا ريت جمهور النادي المصري اللي مسافر ماتش للنادي المصري بلاش المشاكل، طبعا هو طبعا هتبقى دعاوي او تساكر او ده او ده او ده، الناس تسافر، انت سافر لبورسعيد، احنا سافرنا القاهره في 98 في كاس مصر،
ما حصلتش مشاكل الا على الطريق، والله اعلم بقى كانت المشاكل ايامها مع مين وبتاع، وتصدرنا في مشكله قبل بعد منها. احنا سافرنا اسماعيليه كذا مره، متوش افريقيا، والناس كلها في اسماعيليه وجمهور الاسماعيلي كان شايلنا على دماغه وما كانش في اي مشاكل. يا ريت الناس اللي تسافر، يا ريت الناس اللي تسافر ماتش، يا ريت يا ريت يا ريت. انت بتمثل بورسعيد، بتمثل جمهور النادي المصري، واعلم حاجه واحده، احنا بنسافر كجمهور بس في ناس من ورانا بتدي تقارير، جمهور النادي المصري راح عامل مشكله في الحته الفلانيه، عامل في الحته الفلانيه بيتعنتونا، احنا مش احنا لغايه دلوقتي متعنتين. فيا ريت، وما نخش بقى ايه، معلش فريقنا كسبت نخرج نشتم في الاهلي ونشتم مش عارف في مين ليه يا عم؟ الاهلي ماله ملك يا عم؟ الاهلي خصومه بحاجه على جنب، احنا مالناش خصومه مع حد، انت بتلعب في افريقيا مالناش دعوه بالاهلي ولا غيره، خليك في فريقك. انت شجعته وفرحت خارج فرحان، اشجع فريقه وانا فرحان واقعد اهيص زي ما انا عايز، بس ما تشتمش في حد، ما تزعلش الناس منك. انت بتخرج من منفذ بورسعيد، من منفذ بورسعيد بشجع الاهلي وبشجع الزمالك والاسماعيلي وبيشجع وبيشجع وبيشجع، انت خليك في فرقتك. حبيبة ابو العربي، حبيبة سواح، يا ريت يا ريت، انا بناش الجمهور النادي المصري والناس اللي هتسافر، لو في اتوبيسات، لو هم عملوا اتوبيسات وبتاع، وبقول للمجلس وزاره المصري انتوا فشلتوا المره اللي فاتت ان كنتوا ما طلعتوا اتوبيسات، ما طلعتوش عليها ناس اهل ثقه ان هي تمسك الاتوبيس اللي فيه ال 45 واحد يعرف يسيطر عليهم من غير ما حد ما يعمل مشاكل، وانا عارف انتوا عملتوا ايه وسويتوا ايه، ودي سقطه من عندكم انتوا مش من حد تاني، مع احترامي. من يوم ماتش ايفان النيجيري في اسماعيليه انا كنت اخد اتوبيس، كان غريب العطر كان هو اللي ماسك جايب الاتوبيسات، اللي هي الشركه اللي كانت جايبه الاتوبيسات، واتخصصت باتوبيس مسكته تنظيم وكل حاجه، وسافرت معانا حكومه عشان قال لك الطريق ومش الطريق والكلام ده كله، واتوبيسات تانيه، كان السيد جمال ابو احمد كان برضه في اتوبيس ومش عارف مين في اتوبيس وده اتوبيس، وصحيح كل الناس كلها سيطرت على اتوبيسات، والاتوبيسات دي نزلت الناس ورجعت خدت ناس من عند القطر وجابتهم، غير المنابصات وغير الناس اللي جايه، وما كانش حد عمل مشكله على الطريق من اي حد في اي حاجه. لو انتوا فاكرين كان اول ماتش لينا في افريقيا في اسماعيليه، وكانت الدنيا حياه وردي. انا بطالب جمهور النادي المصري وشباب البلد الصغيرين واولادنا، مع احترامي ليكم، انت بتمثل بورسعيد والنادي المصري، ماليش دعوه بالاهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا فلان ولا فلان ولا فلان، وما غلطش في ده ولا في ده ولا في ده ولا في اي حد، ما اخرجش اقعد اشتم في الناس. انا رايح اشجع فريقي، انا سفير لبلدي. هات من عندك انت سجاره. يا ريت الجمهور يرجع تاني ابو احمد مع بعض واحد، ما فيش حاجه اسمها مقسوم. انا مختلف معاك على 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 حب النادي، انا مختلف معاك في وجهات نظر، ده حاجه على جنب. احنا في وقت تشجيع النادي المصري المفروض البلد كلها واحد. احنا ما معلش في الكلمه، ده ما حصلش في تاريخ النادي في الكام سنه اللي فاتت دي، السنتين اللي فاتوا دول، ان النادي المصري اتقسم نصين، جمهور النادي المصري بقى فرقه شمال وفرقه يمين. احنا بورسعيديه، احنا بيتضرب بينا المثل في كل حته يا جماعه، احنا بيتضرب بينا، كان بيتضرب بينا المثل اقسم بالله في كل حته، ناس من الاهلي نفسها بتشجع الاهلي اقسم بالله بتحلف بينا. وقعدت مع ناس كتير وفي قلب القاهره من سنين فاتت، يا ريت نرجع زي الاول، نحب بعض، الناس تبقى قلبها على قلب بعض، يا ريت يا ريت يا ريت. وانا بتمنى من كل قلبي ان جمهور النادي المصري يرجع ايد واحده على تشجيع النادي المصري. انا مختلف مع مجلس الاداره وبقولها علنا، اني مختلف معاهم من اول انتخابات النادي المصري لغايه دلوقتي، لغايه لما يمشوا، انا مختلف معاهم في اسلوب اداره وفي كل حاجه، لكن انا مني ليهم انا ما بكنش لواحد شخصيا مشاكل شخصيه بينه وبينه مهما يحصل. الحاجه الوحيده اللي بقولها، يا ريت يا ريت يا جمهور النادي المصري، يا اخواتنا الصغيرين، يا اخواتنا الكبار، يا شباب بورسعيد اللي هيسافر ماتش افريقيا، انت بتمثل جمهور النادي المصري، بتمثل شعب بورسعيد، يا ريت تبقى تمثيل شكل لينا، شكل يبقى صح. معلش مع احترامي، لما تبقى انت عملت مشاكل وقال لا مؤاخذه في اللفظ قليل ادب والكلام من ده، اقول لك البورسعيديه، شوف البورسعيديه، شوف بتوع المصري، الناس كذا 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 كذا،
لما تبقى انسان محترم والكلام، اقول لك البورسعيديه ناس محترمه. احنا كنا في ماتش السوبر وناس سافرت معانا ماتش السوبر وفي منتوشه تانيه في حته في مصر وبره مصر، الناس كانت بتحلف بينا. ما اقدرش اقول لك غير كده، احنا سفرة للبلد. اعمل نفسك انك انت راجل متحمل المسؤوليه، وانت واجه بلدك والاهل بلدك وشباب بلدك، شوف انت هتبقى ايه. حطها في ودان في دماغه. لو انت مش قادر تسيطر على نفسك ما سافرش، خليني قاعد في بورسعيد احسن. انا بطالب جمهور النادي المصري، يا ريت يا ريت نرجع نحب بعض، ايد واحده احنا على طريق. معلش في الكلمه، لو انا مني مشاكل لاي حد وانا طالع في طريق سفر وقابلته لازم اقف مع ابن بلدي، ده طبعنا احنا كبورسعيديه ولاد البلد. والله يا رأفت انا ما اعرفش بالاتوبيسات، انت عارف ان انا معمول، انا لسه بتكلم بقول يا صرافة اتكلم حاجه واحده، ان احنا الناس اللي هتتمس حتى لو هتسافر على حسابها ولا هتشوف فين ما يكون اللي هيبقى سفر، ما حدش يعمل مشاكل، ما حدش يعمل مشاكل، بس احنا واجهه للبلد، وانت عارف بالكلام ده يا رأفت. وانا بلاش مجلس الاداره برضو، معلش يا مجلس اداره النادي المصري، اذا كنتوا هتطلعوا اتوبيسات ولا هتعملوا الكلام ده لازم يبقى لها حسابات ماشي وكل حاجه، والناس تبقى ملتزمه والكلام ده كله، وانتوا لازم تسندوا للجمهور انه يخش يتعامل فيهم. ما هو لازم يدعموا. تبص انا بناشد من دلوقتي يا عم رافض، يا ريت مجلس اداره النادي المصري والنادي المصري قايمين عليه يعملوا رحلات للاتوبيسات بتاعت النادي المصري اللي هتروح لماتش للسويس بتاع افريقيا بتاع نادي البركان. احنا محتاجين كل الدعم من الجمهور، انتوا محتاجين كل الدعم من الجمهور، الفريق محتاج الدعم والتشجيع. والناس يا جمهور النادي المصري اللي هيسافر يعرف نفسه انه سافر لبورسعيد، ربنا كرمنا وباذن الله نكسب او النتيجه كانت عكسيه، الناس بادب واحترام زي ما راحت زي ما ترجع، وما تعملش صوره لجمهور النادي المصري ولا اي حد. وبنشكو يا مجلس اداره النادي المصري، يا ريت تدعموا ان الجمهور مش اللي عشان مختلف معاه واللي معمول، المختلف معاك في وجهة نظر واللي مساند ليه كلهم واحد، ان الناس تروح تشجع الفرقة هناك والناس تقف وتساند. ويا ريت من جمهور النادي المصري اللي هيبقى مسافر يبقى انت سفير لبورسعيد لا اكتر ولا اقل. ويا كابتن ايهاب يا كابتن طارق، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت مع احترامي لحضرتك تقرب وترجع تاني صلة الوصل بين الجمهور وبين الفرقة، لأن الوقت الفرقة بقت في وادي والجمهور في وادي من ناحية تانية، والفرقة نفسها واللعيبة فاكرة نفسها إنها في نادي شركة، ومنه لله المدير الفني السابق اللي عمل فينا كده، والتغيير جه متأخر جدا. وبرضه يا ريت نصبر على الفرقة ونصبر على الناس دي، على المدير الفني ده، لأن الراجل برضه جاي على حاجات كتير، فرقة وقع بدني وقع 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 ولخبطة ومن هنا ومن هنا، لازم هيظبط الكلام ده كله، مش هيبقى في يوم وليلة. احنا بنقول الكلام ده وربنا اللي يعلم بيه. منور ابو يوسف، ومعانا ابو يوسف من الناس من كبار مشجعين السويس وناس على دماغنا من فوق بتحب حاجة اسمها النادي المصري. يعني احنا برضه هنسافر وهنخش السويس بلدنا برضه واهلنا، احنا خط الكنال بورسعيد اسماعيلية السويس بلد واحدة. احنا كده اقليم القناه بلد واحده محافظه واحده كلها، نروح كل ادب واحترام نخش نشجع فرقتنا، كسبنا طلعنا بزفه وركبنا اتوبيساتنا وكله، ولا نشتم في اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي، ما يخصناش حد، اهلي ولا زمالك ما يخصناش حد، ان انا اشتم فلان انا ليا فرحتي في فرقتي، واعرف الناس كلها ان انا راجل محترم. بس معلش في الكلمه انا اقولها كلمتين، في ناس بتبقى متعاطفه معاك اهلاويه او زملكاويه، انت بكره الناس فينا. يا رب يا رب بحق جاي النبي ابو احمد، اقسم بالله يا رب احنا بندعي من ربنا ان ربنا يكرمنا ونروح ترجع للناس تاني، نروح ترجع للفرقه، ترجع للبورسعيديه ان هم بيشجعوا شغف لفريقهم، ارجعوا بالشريط لورا لما كنا بنخش قدام الشاشه بنشجع الفرقه بجنون وعايزين كاننا صوتنا وصل لهم جوه من جوه الشاشه، وكنا بنقول يا رب يا ريت يا ريت يا ريت ما نكرهش حد فينا، يا ريت ما نكرهش حد فينا. انا الواحد طلع اقسم بالله العظيم ان ربنا اللي عالم، الواحد كان جاي تعبان ربنا اللي عالم بيه، بس يا ريت يا ريت يا ريت
ما نعملش حد فينا. انا بناشد جمهور النادي المصري، مجلس الاداره، مجلس الاداره حاول توفر اتوبيسات للجمهور. انت عارف ظروف الشباب وظروف الناس والظروف ماشيه عامله ازاي، وطريق بعيد. لو انت في قلب البلد هقول لك ماشي، هتقطع، هتبقى تذاكر وهتتقطع وهتتعمل زي ما كنا بنخش، لكن مواصلات سفر والكلام ده كله عبء كبير، واحنا في ظروف البلد العالم بقى ربنا. معلش انتوا من عندكم انتوا تنظموا اتوبيسات للناس عشان الناس هتروح تشجع، ما هيش اخدها مثلا. انت مخصص اتوبيس عشان يسند الفرقه ونقف على رجلنا من تاني، اكتر ولا اقل. كابتن طارق، كابتن طارق العشري، انت راجل ادرى واحد بجمهور النادي المصري وجمهور لعبة النادي المصري، وعارف وادرى بجمهور النادي المصري وحبها للنادي وحبها للفرقه بتاعتها ازاي. يا ريت تقرب الفرقه من تاني وتسمح بدخول جمهور يأزر الفرقه. انا عارف ان هيبقى معسكر في العين السخنه لغايه لما يسافروا المغرب، ده على حد كلامي. ماشي يا عم السيد، ده لا اكتر ولا اقل. يا ريت بنجده وربنا يكرم، وهذا واحده واحده، ما احنا ما نقطعش في حد. هو راجل السي في بتاعه معروف ان هو كان في الحرس وكان في توفيق اخفاقات في فرقه تانية، بس انت مع فرقه زي المصري برضو ربنا يكرمنا وهنشوف احنا هنعمل ايه اللي قدام منك الوقت. يا رب يا رب التوفيق للنادي المصري والجمهور النادي المصري، وترجع البسمه والفرحه لجمهور النادي المصري ومشجعين النادي المصري اللي بيحبوا النادي المصري فقط لا غير، ملوش انتماءات لحاجه تانية. لان انا امبارح الواحد اتوهم بالمناظر اللي اتشافها، انا مشيت حزين اقسم بالله في الشوارع. اه والله العظيم حزنت، والله حزنت اقسم بالله. وكل جمعه وانتم طيبين، ويا رب يا رب يكرمنا وترجع الفرحه، ويا ريت نرجع بالحب تاني كجمهور النادي المصري، الناس تحب بعض زي ما كانت الاول خالص، من غير اي مصلحه شخصيه مننا لحد، ولا ده ولا اي مصلحه في حاجه. يا رب العالمين انصرنا ورجعنا تاني، يعني نرجع على الوضع اللي احنا كنا فيه. وانا اسف ان انا طولت، او انا حصل مني لفظ غلط لحد ولا حاجه. احنا احسن جمهور يا موجب اخلاقنا وكل حاجه، لازم نوصلها. هتوصلها ازاي؟ هوصلها، لا دي بنادي، ده انت يا بنادي. نوصلها ازاي؟ ان احنا ندي صورة 10 على 10 للناس، ده اكتر ولا اقل. ده اللي فرد الحمام اللي انت بتقول عليه ده يا ابو احمد، ده مرباه وهي زغلوله بتتنطط فوق دماغي، حتى لو نزلت الشارع صفرت لها تبقى فوق دماغي. فعشان كده انا بحبسها، بس البلكونه اتفتحت دخلت. ماشي، يا ريت يا ريت اللي هيسافر اعمل حسابك ان انت بتمثل بورسعيد جمهور النادي المصري قدام الدنيا كلها، عشان اللي يجي يتكلم من بعيد ويقول لك ناس محترمه. الناس دي ناس محترمه، لازم نرجع زي زمان. البورسعيديه معروف من الجدعنه بتاعتهم ورجولتهم. البورسعيدي ابن البلد معروف بجدعنته وبرجوليته، راجل مع الناس وما غلطش في حد وما شال يلعب على حد ولا غيره، وجاي وجدع. احنا بنروح نشجع فرقتنا وناخد بعضنا ونرجع بأدب واحترام مهما كانت النتيجة، ونرجع بأدبنا واحترامنا. وكل جمعة وانتم طيبين، وآسف إن أنا زودت في كلامي، وأحلى مسا عليكم. وكل جمعة وانتم بخير يا رب، وبلدنا بخير، والنادي بتاعنا يا رب يرجع تاني، يرجع زي زمان، ونغني بكل حاجة وبصحة 5 باب ورفا. ماشي يا عم البرس، هنزل لك الفيديو بتاعه بصحة 5 باب، تقلقش. ساعة 5 باب ده ورايح لسكة تانية، والسكة دي عارفة نفسها. حبيبي أبو أحمد، وأحلى أبو أحمد السيد الجمل أخويا وحبيبي، حبيبي أبو أحمد، أحلى مسا عليك. وما أنت قاعد على البحر. يلا مساكم زي الفل، وآسف إن أنا طولت عليكم، وآسف لو كان كلامي زعل حد أو في لفظ زعل حد ولا أي حاجة زعلت حد، جزمكم على دماغي من فوق. وكل جمعة وانتم طيبين.